بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح لأحد المواضيع القواعدية في الوحدة الأولى اللي هي زمن الماضي المستمر. طبعا في الوحدة الأولى مثل ما وضحنا أعزائي الطلبة يوجد زمنين، زمن المضارع المستمر وزمن الماضي المستمر. أخذنا زمن المضارع المستمر في المحاضرة السابقة، راح نأخذ زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر مثل ما كان زمن المضارع من اسمه يتكلم عن حدث يقع لحظة الكلام، زمن الماضي المستمر يستخدم للتحدث عن حالة مستمرة في الماضي. انتبه عزيزي الطالب، مو حالة انتهت، حالة كانت انتهت الحالة لكن كانت تعبر عنها بشكل استمراري. ومثل ما وضحنا من تتعبر عن الاستمرارية لازم عندك فعل في حالة الاي ان جي، لأنه هذا يعبر لك عن الاستمرارية سواء في المضارع أو في الماضي أو في المستقبل. طبعا زمن الماضي المستمر قد يتبع أو تأتي معه زمن أو جملة في زمن الماضي البسيط، يعني يقاطعه حدث آخر في الماضي البسيط. احنا في درسنا اليوم راح نركز فقط على زمن الماضي المستمر. بعض الأحيان شلون نستدل على هذا الزمن؟ نستدل عليه من كلمات مثل yesterday, last week, last Sunday, last Monday, two days ago, three hours ago, two weeks ago, two months ago إلى آخره. أو نقدر نستدل عليه من باستخدام سنوات، مثلا سنة 2000، سنة 2020 مثلا، يعني سنوات راحت مو في الوقت الحاضر. عندنا ثلاث حالات، عندنا حالة الإثبات، عندنا حالة النفي، وعندنا حالة السؤال، وعندنا حالة الإجابة عن السؤال في هذا الزمن بطريقة الجواب القصير، وعندنا بطريقة الـ WH question. نجيهن واحدة واحدة. في حالة الإثبات عندنا he, she, it, or I. مثل ما قلنا الهي وعلمناكم أنه الهي قد يأتي علي، منى، the teacher، العفو علي أو أحمد or the teacher. she قد تجي بدالها منى، my sister إلى آخره. it لغير العاقل و I للمتكلم تتبع ب was لأن ذني كلهن مفرد. they, we, you تتبع ب where اللي هي يتبع عن اثنينات يأتي بعد فعل في حالة لا ينجي لأن الزمن مستمر. في حالة النفي نفس القاعدة لكن was تكون was not و where تكون where not، ويبقى الفعل في حالة لا ينجي يتبع بتكملة. كذلك عندك في حالة السؤال يتقدم ال was، يتقدم يكون في بداية الجملة، والوير كذلك ويتبع بالفاعل اللي هو أحد الضمائر أو ما يعوض عنها، وفعل في حالة لا ينجي زائد تكملة. في حالة الإجابة على السؤال بطريقة الجواب القصير عندك ال yes أو no وضمير الفاعل was أو where، مو اثنينات عزيز الطالب، واحدة من عدين. إذا كان ضمير الفاعل مفرد فتستخدم was، إذا كان ضمير الفاعل أو الفاعل جمع تستخدم where. no كذلك ضمير الفاعل was not where not. طبعا ما راح نطول بالقاعدة لأن تقريبا نفس قاعدة المضارع المستمر لكن بدل is و am و are نستخدم was and where. نأتي إلى WH question، أيضا كانت هنا WH سواء what or where or why زائد was أو where حسب الفاعل، إذا مفرد تستخدم له was وإذا where تستخدم له، إذا جمع تستخدم له وير. في حالة لا ينجي الفعل يبقى لأن يدل على الماضي المستمر. نأتي إلى بعض الأمثلة الوزارية. نبدأ بحالة الـ WH. What were you doing two hours ago؟ ماذا كنت تفعل قبل ساعتين؟ تقول I، الـ you تتحول عادة إلى I، was تأخذ زائد فعل في حالة الـ ING، أنا كنت أكتب رسالة two hours ago قبل ساعتين. What was your teacher teaching؟ ماذا كان يدرس yesterday؟ My teacher was teaching، كان يدرس English language or English write yesterday، write العفو write ما عندنا yesterday يوم أمس. السؤال الثالث Where were your friends؟ شوف جمع My friends تأخذ where playing football in the garden yesterday morning صباح يوم أمس. فعندك ترتبه للقاعدة where playing. عندك هنا أمثلة على المثبت I was listening to the Quran، كنت أستمع إلى القرآن. شو وقت مثلا؟ yesterday. they were walking along the beach، كانوا يمشون
على الساحل. شوف they جمع أخذت where. walking فعل في حالة لا ينجي. along the beach وقت مثلا two hours ago. شوف لازم يدلك على الماضي. سجاد and علي لأن دول جمع، أو علي أحمد، أحمد and علي were doing their homework، كانوا يسوون واجبهم in the room yesterday مثلا. yesterday أو حروف yesterday استخدمناها بالجملة الأولى. last night الليلة الماضية. the student wasn't reading، شوف هنا في حالة النفي، لم يكونوا يقرؤون القصة. شو وقت مثلا to or last Sunday. Sunday وSunday تكون capital letter لأن أحد أيام الأسبوع. نأتي إلى بعض الأمثلة الوزارية أيضا. هنا عندنا يأتيك أحمد هنا work at hospital 2 hours ago. أحمد ويك at hospital 2 years ago. عندك past continuous هنا في زمن الماضي المستمر، فأحمد تشتغل على الفعل ويك. أحمد بما أنه قال لك يأخذ was زائد working في حالة الـ ing. he eat a burger past continuous. he was eating a burger. they wait in a queue. queue طبعا يعني انتظروا في السيرة. wait they were waiting. عندك أمثلة هنا في حالة النفي أيضا وزارية. they were going to the museum، حولها إلى نفي. they weren't going، فقط weren't هنا أضيف لها. sleep they she sleep، شوف هنا عزيز الطالب at midnight، ناموا في الليلة في منتصف الليل. negative تحولها إلى منفية. ف she مفرد تأخذ was not، وsleep تتحول إلى sleeping. they come down in the lift، نزلوا نزلوا إلى الأسفل بالمصعد. lift نيجاتيف نفي. they تأخذ where بما أنه نفي weren't. coming هي في حالة الـ ing. عندك هنا أيضا هذه أمثلة في حالة السؤال question. John was John listening to the radio، هل كان يستمع إلى الراديو؟ عندك هذه حالة السؤال yes no question. كذلك عندك فعندنا هنا John listened to the radio question، حالة السؤال was John listening to the radio، هذا إذا تريد تسويه yes no question. أو إذا تريد تسويه بأداة الاستفهام what was John John listening to، إلى ماذا كان يستمع، فيكون عندك طريقتين للحل. they watch a film question، were they watching a film، هل كانوا يشاهدون فيلم، أو what were they playing، أو هنا عندك تقدر تقول watching ماذا كانوا يشاهدون. فعندك طريقتين لحل السؤال. أحيانا نقيدك يقول لك أريد yes no question، وأحيانا نعطيك إياه مفتوح فتقدر تجاوب بأي من الصيغتين، أو بتأخذ الصيغة الأسهل اللي هي was أو were بالبداية. طبعا هاي هنا قلنا أنه الإجابة على السؤال القصير. هنا مثلا الإجابة على السؤال القصير تكون بيس أو نو. نأخذ هذا المثال was Hala sending her letter، هل كانت ترسل، فيقول لك short answer اعطيني yes she was or no she wasn't. عندك هنا أمثلة وزارية محلولة عزيزي الطالب، شوف يعطيك على شكل اختيارات. كرار was drink لو drinking، بما أنه الwas يتتبع بحالة الـ ing. was لو وير أحمد، أحمد مفرد فيأخذ was. رنا هنا عندك not clean past continuous تكون wasn't cleaning، وتكمل البقية أيضا محلولات ذني أمثلة وزارية. عندك أمثلة وزارية أخرى اللي هو هذه الأمثلة ما بين، انتبه أنه بعضها بال past continuous وبعضها بال present continuous، فتكون عزيز الطالب تحلهن، تكون مراجعة للدرسين. Thank you very much for your listening and good luck for you all.